شفنا الفراق وشفنا قلوبنا بتتهد عشنا مع الأحباب وبعد ما راحوا سيبنا الكلام للورد نورك ساطع زي الشمس خدت منا الروح احنا خدنا الدرس شفنا معاك احلى ضحكة بتنسي الهم شايلين احلامك على اكتافنا رغم الالم الحمد لله على كل حال مجان قلم ليلى عمرك هيدوم على الورق عبد الله شخصية جميلة جدا رحمة الله عليه الله يسعدك بابا وين ما كنت الله يرضى عليك حبيبي والله يا ربي يبيض وجهك زي ما بيض وجهي بالدنيا الله يبيض وجهك بالآخر يا عبد الله والله كتير في ذكريات مع عبد الله وبرضه ابتسامته كانت كفاية وكان بياخد الايماجينيشن ديات ويكبرها أكتر ما هي أصلا كبيرة ومستحيل تحصل بيساعد كل اللي حواليه with nothing in return مهما كان الموقف صعب قد ايه هتلاقيه على طول جنبك كان دايما بيحب الناس بيحسسك بعمق في الكلام دايما صوته موجود معايا ولدت حر الفكر ميمونا صارع صعاب الحياه بعقلي ولكن ارغمني التيار بان انحسر في فقاعه تعاكس فكري فشعرت باني عاجز وسيتغير أي شيء من حولي المطافي أم سيشرق غدا ببصيص الأمل وهي هجت مي وكان بضحك يقول لي ليه بتضحك يا هبلة ليه بتعيطي فكان هيك اتستيت ما كانش بيزعل من أي حد كان دايما بيسامح الناس كلها وأنه أحلى أخ بالكون سوف نجعل العالم يعلم من هو قلم ليلى